اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه. هذه الحلقه غادي نشوفوا على الاسباب اللي خلات المنتخب الوطني المغربي يتراجع من مرتبه 13 الى المرتبه 14 في ترتيب الفيفا رغم الانتصار على فريق الغابون وليسوتو. هذا الشيء تساؤلات كثيره من عدد كبير من الناس اللي كيقول لك المغرب انتصر في مقابلات كاملين ولكن تراجع في الترتيب ديال الفيفا. فاليوم غادي نشرح في هذا الفيديو الاسباب علاش تراجع المنتخب الوطني المغربي من مرتبة 13 إلى المرتبة 14، وكذلك غادي نشوفوا جميع الفرق 24 فريق و 24 منتخب إفريقي اللي تأهلوا لنهائيات كأس إفريقيا اللي غادي تقام بإذن الله في المغرب إن شاء الله. وغادي نطرق كذلك للترتيب ديال الدول الإفريقية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي. كنتمنى منكم أنكم تشاركوا معي في القناة، كذلك تشاركوا معي في الآراء ديالكم، وكنتمنى منكم أنكم ديروا لي لايك في هذا الفيديو هذا وتشجعونا كذلك باش نستمروا في هذه الفيديوهات الرياضية والمتعلقة دائما بالمنتخب الوطني المغربي. شكرا لكم، وغادي نقولوا على بركة الله فرجة ممتعة. إذا المنتخبات المتأهلة لنهاية كأس أمم إفريقيا اللي غتقام إن شاء الله في بلادنا 24 منتخب: المغرب، الجزائر، السنغال، جنوب إفريقيا، مصر، مالي، الكاميرون، أنغولا، زامبيا، أوغندا، الكونغو، جزر القمر، ساحل العاج، نيجيريا، موزمبيق، بوركينا فاسو، تنزانيا، تونس، الغابون، زيمبابوي، بنين، السودان، غينيا الاستوائية، وبوتسوانا. هادو هما 24 فريق المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. 24 فريق المؤهلة كتوزع على أربع مستويات، كاين المستوى الأول والثاني والثالث والرابع. المستوى الأول هو اللي متواجد فيه المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، كوت ديفوار ونيجيريا. المستوى الثاني كاين الكاميرون، مالي، تونس، جنوب إفريقيا، الكونغو، بوركينا فاسو. المستوى الثالث الغابون، أنغولا، زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية والبنين. ثم المستوى الرابع الموزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي وبوتسوانا. هادو هما الاربع المستويات. فالمستوى الاول غادي يجي طبيعه الحال مع فرقه من المستوى الثاني والثالث والرابع، وكنتمنى ان شاء الله حد موفق للمنتخب الوطني المغربي. ودابا غادي ننتقلوا نشوفوا الكلاسمون ديال المنتخب المغربي على المستوى العالمي. إذا سبب التراجع ديال المنتخب الوطني المغربي من المركز 13 إلى المركز 14 هو المنتخب ديال الأوروغواي. المنتخب ديال الأوروغواي الآن اللي هو في المرتبة رقم 11 تواجه مع منتخب كولومبيا، وربحوا المنتخب الكولومبي هو في المركز 12، والمنتخب البرازيلي هو في المركز الخامس في تصنيف الفيفا. المنتخب الاوروغواي فاز على المنتخب ديال كولومبيا وتعادل مع البرازيل، اذا عنده نقاط اكثر بكثير من المنتخب الوطني المغربي، رغم ان المنتخب الوطني المغربي فاز على الغابون وفاز على ليسوتو. الغابون وليسوتو هما يعني في الكلاسمون الفيفا او المستوى العالمي هما يعني ضعاف ومتدنيين في الترتيب ديال الفيفا. ففاش كتلعب مع فريق قوي كتكسب نقاط اكثر، ولكن فاش كتلعب مع فريق ضعيف وخا تربحوا حتى ب 10 الاهداف راه كيكونوا النقاط قليله جدا. وهذا هو السبب ديال التراجع ديال المنتخب الوطني المغربي. الآن كرواتيا هي اللي في المرتبة 13، كولومبيا في المرتبة 12، والأوروغواي في المرتبة 11. لو أننا مثلا المنتخب الوطني المغربي تكون عنده فرصة أنه يدير مقابلة ولو تكون حبية راه تيربح فيهم نقاط، مثلا يلعب مقابلة مع هولندا أو مع ألمانيا، مع إيطاليا، مع بلجيكا. فهاد الفرق يعني كلها اللي كتكون يعني متقدمة في الترتيب والتصنيف العالمي وربحتيها أو تعادلتي معها فتكون النقاط أكثر بكثير بأنك تتلعب مع فرق ضعيفة. فهذا هو السبب ديال التراجع ديال المنتخب الوطني المغربي من مرتبة 13 إلى المرتبة 14. كنتمنى على كل حال حظ سعيد وموفق إن شاء الله في إقصائيات كأس العالم اللي غادي تبدأ إن شاء الله في شهر 3، وإن شاء الله يا ربي أن الكأس غتكون في المغرب وغتبقى بإذن الله في المغرب، رغم أن كان هناك طبيعة الحال صعوبات وتحديات والمباريات الإفريقية والبطولات الإفريقية
يعني عندنا مشكل معهم هذه 50 سنة. وكنتمنى ان شاء الله هذه المرة هذه بتنظيم المغرب لهذه النسخة هذه، نتمنى ان المنتخب الوطني ديالنا يتفوق الى ابعد مدى وابعد نقطة، انه ان شاء الله تبقى الكأس باذن الله في المغرب. هذا هو الامل ديالنا، وكنتمنى عدم الغرور لا للاعبين ولا كذلك للجماهير اللي منجرة اننا احنا ربحنا ب6 و7، وهذا راه هذوك فرق ضعيفة جدا. فهذا هو السبب اللي النقاط كتكون في الفيفا كيمشيو على حساب القوة ديال المنتخبات اللي كتواجههم. ما حدك كتواجه منتخبات قوية وانت كتاخذ نقاط افضل بكثير، ما حدك كتواجه منتخبات ضعيفة سواء رسمية او حبية واخا تفوز عليهم حتى ب100 هدف راه تيبقى النقاط ضعيفة جدا، كأنك ما كديرش حتى خطوة الى الامام. إذا حظ سعيد للمنتخب الوطني المغربي. كنتمنى إن شاء الله منكم أنكم تشجعوني في القناة الرياضية، دعموني بلايك والاشتراك ديالكم تشرفني في القناة ديالي، والرأي ديالكم في الكومنتير كذلك تحفزني على المواصلة والاجتهاد أكثر وأكثر في هذه القناة الرياضية. شكرا لكم، ونضرب لكم إن شاء الله موعد في فيديو جديد وموضوع جديد بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم بألف خير.